منو يطلع التسريبات؟ منو يسرب؟ منو هذا اللي يمتلك هاي الداتا، هاي المعلومات؟ من يمتلك؟ نفس الخليج. وليش ليش فقط يعني هسه على اساس الفساد بس في مكان معين؟ السيستم كله مبني، السيستم كله مبني، وين ما تروح تلقى فساد. ليش بس اللي يخصون السيد السودان تطلع عليهم تسريبات؟ ليش؟ ليش سابقا مو طلعوا كبير المستشارين يخص من؟ اي السيد مو حسيت شفت السيد رئيس الهيئه السابق هيئه النزاهه، مدير عام هيئه الضرائب، لا سيد رئيس كلهم. هيئه النزاهه كان ما كان من السوداني، لا استدعاه السيد السوداني استدعاه، لا هو من ضمن كتله بدر ومعروف عن لا استدعاه يختلف القصد كلهم يختلف استدعاه، وانما هو من ضمن كتله بدر وهو مرشح سابق على كتله بدر هذا الامر، فالرجل معروف يعني على كل حال. انا بطبيعه حال يعني بطبيعه حال هاي التسريبات كلها وهاي الامور، هاي الامور كانما سجلت بتسجيل واحد برأي مختصين، هذه سجلت بتسجيل بطريقة تسجيل واحدة، يعني آلية التسجيل بمكاتبهم زرعت آلية واحدة. هسه من زرعها وليش زرعها وش راد يستخدم بها؟ يعني اعتمادا على نغمة الصوت وكأنه لاقط. نعم هاي يعني واحدة. مو فويس مسج بالواتساب. تقنيا تقنيا هيك شيء، مو ايه. تداخل على الخطوط مثلا ويعرفون المكالمة الصادرة والواردة ويسمعون الطرفين يتحاورون. لا هي واني بمكاتبي واني بالقصر الحكومي ومكتب المستشارين ومكتب رئيس الهيئة اللي محسوب عليه ومكتب مدير عام الهيئة العامة للضرائب اللي محسوب عليه، خلي لهم لاقطات وسجل لهم وانشر التسريب اللي يحرجني. لا مو منطقية. احنا المعارضة جبناها. احنا رحنا جبناها وزرعناها، لو الطرف الاخر اجى زرعها مو منطقي. لا لا هذا اسلوب من اساليب استحكام القبض على الاداره الحكوميه.